السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معاكم كسكسو بصبع خضاري من ايدي الوالده ديالي. كيجي رائع لذيذ، واخا انا عيا الصراحه من طيب فيه، ما عمرو كيجي بحال ديال ماما. اليوم بغيت نتبع التفاصيل ونشوف كيفاش كيجي هذا السر وهذا البنه وهذا اللذه هذه. شوفوا شنو مخبي علينا. واخا ورا الصراحه راه البنه كاينه في اليدين ديالها، الله يحفظها ويخليها لينا ولا يخلي لكم والديكم. نخليكم مع طريقه التحضير التفاصيل. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من جيم تابونوا عندي في القناه باش تزيدوا تشجعوني باش يوصلكم جديد. وجمعه مباركه. هنايا اول حاجه خدينا هنايا 2 كيلو ديال اللحم اللي تيكون بحال هكا، فيه شويه ديال اليدام، تكون فيه شويه شعشح، ما ضروري، كعرف الكسكسو كيبغي اليدام. عندنا هنايا هاد العطريه، المهم غادي نوريكم هنايا بصوره اخرى. عندنا مطيشه، عندنا كاس ديال الزيت مخلطه بين الروميه والبلديه، بصله، وهذاك الربيع راه هو مقبط. عندي في العطريه خرقوم معلقه كبيره، وعندي تقريبا معلقه كبيره ديال الملحه او اكثر، وعندي معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال سكينجبير، وداك الخرقوم ملون الا بغيتو، ما بغيتوش ممكن تستغنوا عليه، وراه كيدير اللون ديالو كيجي مزيان في الكسكسو. الا عندكم كميه قليله بطبيعه الحال راه ديروا اقل. حنايا تبارك الله راه غتشوفوا في الاخر فاش غدا تسكر، كاينين الدراري الصغار وكل واحد خاصه تحط ليه بوحدو. المهم هنايا اول حاجه خدينا كوكوطي اللي غطيب فيها، خدات اللحم وغادي تضيف العطريه كامله. هنايا خدات ديك الكاس اللي مخلطه بين زيت البلديه والزيت الروميه، ضافتها على اللحم وديك العطريه. غادي تضيف هنايا الربيع مقبط، غادي تشلط بصله كما كتشوفوا، وغادي تكمل المكونات هكايا. عاد باش غادي تحط فوق البوطه، المهم البصله راه كتشلطها عادي حيت اصلا غادي تذوب فاش تسد على الكوكوط ما تبقاش باينه. خدينا هنايا الهاشوار، طحنات هكايا مطيشه، كتجي احسن من انك تبقاي تقشريها. هي يا الكسكسو راه كيبغي مطيشه بقشورها، القشورة صغيرة بطبيعة الحال كتعطي البنة. صافي غادي تطحنو على هاد الشكل كيما غتشوفو في الفيديو، وغادي تزيدو تا هويا على اللحم. هنا من بعد ما درنا اللحم ودرنا ديك الاقامه ومطيشه مطحونه، غادي نديرهم فوق البوطه. خاص ضروري ديك اللحم يتقلى مزيان مزيان، خاصو ياخذ البنه ديال العطريه راكم عارفين. صافي خدينا 2 اطرو ديال الماء درناهم يغلاو. صافي ماما غادي تبقى تقلي على هذه الطريقه. الا عندكم الحمص كنتو باغين تضيفوه بطبيعه الحال خاصو يكون فزك بنهار قبل، ديروه في هذه المرحله هذه باش يطيب ليكم. خدينا هنايا الخضره، راه جميع الانواع ديال الخضره اللي كدار في الكسكسو، درنا السلاوي، درنا القرعه، خيزو، زدنا غير بطاطا. الحاجه الوحيده اللي زدناها بطاطا على وديتات على وديت الاولاد الصغار. وهنايا خدينا السميده، خدات كيلو ونص تاع السميده، خدات الماء تقريبا جهد واحد الكاس. انتم راه عينكم ميزانكم، ما غاديش نقدر نعطيكم الكميه بالضبط، راي كاين اللي غيدير الكسكسو غير قليل. المهم بقات تبسبسوا على هذه الطريقه حتى تيبان لكم دوك الكويرات ما بقاوش كيبانوا. المهم نتوما كتكسكسوا في السميده اذا غتبقاو تزيدوا بالماء بشويه بشويه، هي راه تحت من ايديكم، راكم غادي تشوفوا، راه ماما كتشوفوها كيفاش كتخدم. ما تحاولوا ما تكبوش الماء في دقه باش ما تعجنش لكم ما تكورش لكم. المهم تبقى على هذه الطريقه، وغادي تحطها على جنب. دازت هنايا الكوكوط، شافت هذاك الغليه طلعت واللحم خدا الاقامه مزيان. صافي هنايا ضافت الماء كما كتشوفوا اللي قلت لكم راه ديجا مغلى. هنايا غادي تضيف الخضره، الخضره عندنا اللفت وليشو، وما كيشدوا الطياب شويه، خضره اخرى كلها كطيب. الا نتوما عندكم لفت محفور غادي تضيفوه في هذه المرحله، والحمص هو كيضاف في هذه الوقيته.
صافي المهم غادي تضيف هاد الخضره هادي وغادي تسد عليها تخلي الصفاره تتصفر واحد شويه عاد باش غنضيفوا الكسكسو باش يطلع فيه الفار. الكسكسو هاد السميده هادي من بعد ما شربت داك المشويه خدات واحد جوج معالق كبار ديال السميه ديال الزيت عفوا. المهم تبعوا الطريقه راه كتجي ساهله، ماما راه كدير غير جوج تفويرات، انا راه كندير ثلاثه وكما قلت لكم راه ما كيجيش بحال الكسكسو ديالها. هاد جوج تفويرات راه كيطيب السميده كطيب رائعه وكتجي هائله. المهم بسبسات السميده على هاد الطريقه تحاول الزيت كامل يدخل في دوك الحبيبات. صافي غادي دير هنايا الكسكسو كما كتشوفوا غادي تطلع الفار. ومن بعد ما طلع لي الفار في الكسكسو حيداته. هنايا عندنا كيلو ونص ديال السميده دارت ليها اطرو ونص ديال الماء باش ما ننساش القضيه اللي قالت لي واكدات عليا، اطرو ونص تاع الماء بالضبط. كما شفتوا راه الفم ديال الكسكاس من التحت راه في لافابو غتخليه تيصفي مزيان وغادي يشرب وغادي يضاعف الحجم ديالو. هذه هي الطريقه ديالها. التفويره الاولى كما كشتو دارت فيها شويه الماء والزيت الروميه، هذه هي التفويره الثانيه والاخرى فقط. المهم راه كتعطيه الماء الكافي ديالو باش كيطيب وكيجي بنين وكيجي لذيذ. غير تبعوا هاد الطريقه والله كتجي زوينه. المهم ها هو الكسكسو كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالو، غتخليه على جنب تيتصفى مزيان وتيشرب مزيان. هنايا حلينا على الكوكوط لقينا ليه الشطاب حيدناه صفيناه لفت مازال خليناه تيطيب مع الخضره الاخرى. وغادي تزيد الخضره اللي باقا كلها بطبيعه الحال باش طيب صافي حيت غنديروا التفويره الاخرى دابا. هنايا الخضره راه درنا كما قلت لكم جميع انواع ديال الخضره، درنا تقريبا سبعه الخضار من غير بطاطا للوليدات الصغار. صافي غادي تضيفها هاد الخضره هادي راه ما كتبغيش تطيب بزاف، غادي تضيفها وغادي تسد عليها ثاني واحد ربع ساعه بين ما طابت وغادي نوريكم التفاصيل ديال التفويره الاخرى. وهنايا خدات الكسكسو من بعد ما شرب مزيان، هو باقي ما بردش راه غادي تلقاه مازال سخون من الداخل. المهم نتوما فكوه على خاطركم. هذا باش ما يتكورش لكم حاولوا كما دارت ماما في الطريقه الاولى في التفويره الاولى، دارت هذيك الزيت الروميه راه كتخليه كتبسبسو به مزيان باش ما كتخليهش يتكور في هذه المرحله. المهم غادي تفكوه على هذه الطريقه راه واخا سخون مسكينه شويه كيحرقها. حاولوا تفكوه بالزربه باش نحدو سخون باش يتفك لكم. هنايا ضفت واحد معلقه كبيره ديال الملحه، نتوما راه عينكم ميزانكم، الا درتو غير نص كيلو عندكم ديروا معلقه كبيره. حاولوا قد السميده قد البنه اللي غديروا ديال الملحه ما تكتروش. صافي هنايا غادي تحطوه على جنب حتى طيب ليا الخضره وطيب ليا اللحم مزيان. وصافي هنايا من بعد ما دازت واحد 20 دقيقه تقريبا لقينا الخضره واللحم طابو. ماما دارت الكسكسو باش يطلع فيه الفار، راه ما عاود ضافت عليه حتى شي حاجه. اخر حاجه هي هذيك الملحه واطرونس الماء اللي دارت، هذيك هي التفوره الثانيه والاخيره كما قلت لكم. صافي هنايا ها هو طاب كما كتشوفوا، راه طاب وكيجي معلك كيجي مزيان وزوين بزاف الصراحه. هنايا حتى الخضره راها طابت. صافي غادي تبدا تسقي. شو مسكينه شحال من طبصيل حاطه حيت الوليدات الصغار كله واشنو كياكل كل شنو باغي يحط ليه وشنو خاصة تحط لكل واحد بوحديته. المهم ما ديوش على دوك الطبازل، شوفوا غير القصريه. وصافي هنايا غادي نخليها تتف الخضره وتكمل الحطان. انا بطبيعه الحال شاركت معكم الطريقه بالتفصيل الممل حيت كاينين شي بنيات يلاه تيتعلموا الكسكسو يلاه تيبغوا يطيبوه، كمبتدئات يلاه كيتجوجوا ما كيعرفوش كاع منين يبداو. علاش داكشي شاركت معكم هاد الطريقه، وكل واحد الطريقه ديالو كل واحد تبارك الله. حنا الكسكسو راه كنديروه كل جمعه، راه المغرب كامل كيديروا كل جمعه تقريبا، يعني راه غني على التعريف وكلشي كيعرف يطيبو غير كل واحد هادو الطريقة ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال القصريه ديالنا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من جيم تابوناو عندي في القناه باش تزيدوا تشجعوني وباش يوصلكم الجديد.